شكرا لك. المؤتمر ده مؤتمر شعبي متكامل من أبناء الضرب الأحمر والجمالية تحت قيادة السيد رئيس حي وسط ورجال الدولة. المؤتمر دعما لدستور مصر ودعما لاستقرار مصر ودعما لمصر وشباب مصر ودعما للفريق أول عبد الفتاح السيسي. وكل المؤتمر ده مش أول مؤتمر، ده المؤتمرات هتستمر معانا ان شاء الله طول. النهارده ملاحظين تواجد من الناس الصوفيه والكنيسه وبعض الرجال السياسيين وحمل كم جميلك بتشارك في المؤتمر، يعني تم التوافق بين حمله كم جميلك والشعب اللي موجود حاليا وكل الطوائف كلهم مصريين وطنيين، وكل واحد يسمع انه في مؤتمر لدعم الدستور، لدعم دستور مصر واستقرار مصر بيجي. الدعوه مفتوحة للجميع وكل واحد ببلغ الثاني، فالناس بتيجي بناء عن استقرار مصر ودعم مسلمين ومسيحيين على الدستور ده متفقين، مسلمين ومسيحيين على خارطة الطريق مصممين، مسلمين ومسيحيين ورا السيسي مكملين. الله أكبر. احنا مش هنخاف من حد، لجنودنا خير جنود الأرض. يا إرهابي يا جبان، مصر حاميها إنجيل قرآن. يا إرهابي يا جبان، مصر حاميها جرس وأذان. ما تخوفنيش ما تخوفنيش، احنا نموت ومصر تعيش. من فريق السيسي هيخوض انتخابات الرئاسة، نعم أم لا؟ إن شاء الله نعم، نأمل في الله سبحانه وتعالى أنه يسمع كلام المصريين ويكمل جميله ويحمي مصر من الإرهاب الغادر الغاشم. ماذا لو أعلن أنه لن يتقدم أو يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية؟ هنجبره على الانتخابات، يخوض الانتخابات للرئاسة وملوش منافس أبدا. الفريق أول عبد الفتاح السيسي رجل عظيم، رجل وطني، بطل قومي، اللي يحمي مصر من الإرهاب ويحمي الشعب المصري من الإرهاب فهو راجل وطني وبطل قومي. حضرتك شايف ان في مرشح اخر يقدر ينافس الفريق اول عبد الفتاح السيسي في اي انتخابات الى الان، مثلا كدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او السيد حمدين صباحي او بعض المرشحين كخالد علي من تيار الثوره؟ كل الاحترام لكل الناس لكن ملوش منافس. نحترم كل الناس لكن فريق عبد الفتاح السيسي ملوش منافس. شايف ردك على عمرو موسى ان هو بينادي ان فريق السيسي يبقى رئيس الجمهوريه، شايف ده تبقى ايه؟ مش الاستاذ عمرو موسى اللي بينادي، كل المصريين بتنادي فريق عبد الفتاح السيسي ينزل انتخابات الرئاسة وإن شاء الله رئيس لمصر. ولكن هناك اتجاه من بعض المصريين المواطنين إن هي خايفة إن هو ينزل ويفقد موقع وزارة الدفاع، فبيقولوا إنه موقع في وزارة الدفاع هو أمن مصر أكثر من يكون رئيس. رئيس الجمهورية هو أمن مصر. رئيس الجمهورية اللي زي السيسي هو الرجل العظيم اللي يقود مصر بجيشها بكل مؤسساتها. فريق السيسي إن شاء الله رئيس لمصر ويكون حكومة قوية وجيش قوي ومؤسسات قوية، وهو إن شاء الله يقود المرحلة اللي جاية.